الضيف العزيز الذي حل في سماع احتفالنا هذا ليزيده نورا وبهجة وضياء. أما الآن أيها الأحبة، خير ما نفتتح به حفلنا الكريم تلاوة معطرة من الذكر الحكيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن ثقتنا بكم كبيرة، وأملنا بأن نرى فتة أشداء على الحق مقبلين على تأدية الواجب بعزم وإخلاص، يحملون بالإيثار والشجاعة ما يجعلهم لا يفشلون في تنفيذ الحق يوم تلاقيهم. نحتفل اليوم بمناسبة تخرج الدورة الأولى للمتطوعين بصفة عقد على ملاك وزارة الداخلية دورة طوفان الأقصى. السلام عليكم. المقدم كرم حميد عبا أمر الدورة المستعرضة نستعلن سيادتكم لبدء مراسم الاستعراض. سيدي أرتل أرتل تقترب الآن ذكرى ترفع الآن راية العراق خفاقة في المعالي التي حملتها القلوب قبل الأيادي. لازم نتحد، لازم نتحد، نصبح مثل الزنجيل وما يفرقنا الحاقد القاعد يناطر. يتفضل السيد قائد شرطة محافظة نينوى المحترم لتسليم هدية إلى اللواء محمد جواد جعفر. شكرا للسيد ممثل وزير الداخليه والسيد قائد شرطه محافظه نينوى. اليوم سعيدين واحنا نحضر تخرج هذه الدوره من رجال الشرطه في مختلف الاختصاصات اللي احنا بحاجه لها، وبحاجة أيضا لهذه الفئة من الشباب، الفئة العمرية من الشباب. عندنا نقص كبير في مجال الخدمة الشرطوية سواء بالمرور أو بالأفواج أو بأقسام الشرطة وبالأقسام الأخرى. هؤلاء الشباب راح يرفدون بمهاراتهم وبقدراتهم، ومع العلم احنا مقبلين على استلام الملف الأمني من قبل الشرطة المحلية في محافظة نينوى مع نهاية هذه السنة وبداية السنة القادمة بإذن الله. اليوم احنا في مركز التدريب الأساسي في شرطة نينوى بعد أن عاد العمل مرة ثانية أثر التدمير والخراب من سيطرة عصابات داعش الإرهابية. اليوم نحتفل بالوجبة الأولى من المتدربين بصفة عقد على وزارة الداخلية، والذي عددهم 988، الذي سوف يرفدون المؤسسة الأمنية بدماء شابة جديدة يكونون عون لزملائهم في العمل. عدد المتدربين اليوم 988 موزعين كالآتي: 250 شرطة مرور، 150 دفاع مدني، 289 شرطة نجدة، و274 مراكز شرطة، و25 متفجرات. اليوم راح نستقبل الدورة الثانية لعددهم 1020 منتسب، هم لمدة شهر يخضعون للتدريب ويخلصون نهاية هذا الشهر، ونستقبل الوجبة الثالثة والأخيرة يوم 1/12
1/12 من يعني نهاية هذا العام.